أنا محمد بن عبد الله التركي من المملكة العربية السعودية. منذ الصغر كنت أحب أن أدخل إلى مكتبة الوالد، أحب قراءة الأشعار، تجذبني الموسيقى في الشعر، وبدأت بقراءة دواوين مثل ديوان أحمد شوقي والمتنبي وبتمام. هذه الأشعار التي أحببتها وجذبتني، يعني جعلتني أدخل إلى عالم الشعر وأحاول أن أجاريها وأكتب مثلها. خلال مسيرتي تأثرت بالعديد من الشعراء، لا أستطيع أن أحصرهم بالكامل. ربما كان ديوان الجداول لإيليا أبو ماضي هو أول ديوان جعلني فعلا أكتب القصيدة وأشعر أن القصيدة يمكن أن تكتب من خلال ألفاظ الحياة اليومية، من خلال المعجم الخاص لكل شخص. هناك أبيات كثيرة ترد إلي في منعطفات كثيرة في الحياة، ربما يكون أبرزها بيت أبي الطيب المتنبي: خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا، لفارقت شيبي موجع القلب باكيا. من فخرنا سلمان ينبت عزمه، فاليوم بالجهد المبارك يومه ثقة تعيد إلى النجوم بريقها، ويصيب أصنام التشدد سهمه. أسماؤنا لا تسألوا عنها، فنحن محمد والقوم كل قومه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة ملؤها المحبة والصفاء والإخاء لكم من المملكة العربية السعودية. في محراب عاشق حان وقت الصلاة انهضي من فؤادي قليلا، حان وقت الصلاة انهضي من فؤادي قليلا، لأسجد وحدي لله. لما أعد أستطيع الوقوف بمحرابه في التباس وجودك، في حضرة من شتاتك، وحدي على الصف، وحدك في القلب. إني تطواف هاجر للأمل الزمزمي، تحار خطاي بمفترق العشق. ماذا أقول لربي وربي يراني أراك، وربي يرى قبلتي نحوه، وفؤادي في قبلة لهواك، وربي يراني أراك. وأخلط آيات يوسف ما بين وجهيكما، إذ يقطعن أيديهن، وأقطع نبضي بطيفك. كيف سأستغفر الله منك، وأنت ذنوبي التي لو ستغفر أغفر. أنت وجودي الذي حين يمحى سأمحى، فأستغفر الله مني. لقد حان وقت الصلاة، دعيني أحس بسجادتي حين أهطل للأرض بالفاتحة. حين رتلتها ظلت أبصر من مطلع الحمد أنواره الناضحة. قلت يا رب أطلب منك الهداية نحو ضلالي إليها، وأطلب منك الضلال لأهدي قلبي لها، فأجبني بخيرك. لا ما أقول، إنني في العماء، إنني في العماء، ومعركتي في نهاياتها. شمس يوشع توشك أن تتوخى المغيب، ونبضي على حافة للأفول. حان وقت الصلاة، أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها من حنين يطول
يطول يطول. ولد السعودية الشاعر محمد التركي، نرحب فيك في ديرتك الثانية الإمارات. مستعد تسمع آراء لجنة التحكيم؟ أكيد. البداية هذه المرة مع الدكتور عبد الملك. مد الشاعر محمد في قصيدته سجادة الحب والتصوف، فهل يا ترى أدخلك في معبد عشقه؟ مساء الخير يا محمد. مساء النور دكتور. أنت تقول محراب عاشق، الحقيقة محراب مصلي، أما الصلاة مرادفة للعشق. لست أدري ماذا كيف يعني، فهذا محراب ابتهال وليس قصيدة عشق وجمال. كأنك لا تبرح تبحث عن البنية الجميلة الشعرية لفطاحل شعراء التفعيلة، فقصيدتك ينقصها فقصيدتك ينقصها الانسياب الإيقاعي والمرمرة الحريرية التي نجدها عند من ذكرت من الشعراء وهو نزار قباني مثلا، فلم يكن داعيا إلى جعل الله تبارك وتعالى شخصية في القصيدة. ماذا أقول لربي وربي يراني، وربي يرى قبلتي، وربي يراني أراك. أعتقد هنا شيء من التكلف يا محمد، ولعل تضمين الآية الكريمة ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن من سورة يوسف أن يكون مجرد إقحام غريب على نص القصيدة، بالإضافة إلى الحديث النبوي الشريف الذي أنهيت به نصك. يبدو أنك بذلت عنة شديدا في كتابة هذا النص، فأعنت قريحتك بما جمعت في هذا النص من ثقافة إسلامية متعددة ومختلفة، ولعلك أن تكون أشعر منك في القصائد الأخرى منك في هذه. أحيانا يختار الشاعر يجتهد في اختيار النص فلا يكون موفقا فيه. أحمد لك ما أنشدتناه في هذه الأمسية وشكرا. شكرا دكتور عبد الملك. دكتور صلاح، هل توافق دكتور عبد الملك رأيه؟ أولا لابد أن أنوه بأن اختيارك لقصيدة التفعيلة اختيار موفق إلى درجة كبيرة، وأنك تصور شيئا من الصراع الطريف بين من يتأهب للصلاة فتتراءى له صورة الحبيبة فيهرع إلى الخالق عز وجل ليقول ماذا أقول لربي وهو يراني أراك. أمامك أحد حلين يا محمد، وأنت كدت تقترب من الحل الأول وهو الحل الصوفي، لأن الله خلقك محبا للجمال وعاشقا، وهو الذي سوف يتفهم هذه الرؤية لك وسوف يغفرها لك وهو أرحم الراحمين. والمتصوفة يأخذون الجمال النسائي للحبيبات ذريعة ورمزا ووسيلة للتعبد بالجمال الإلهي العظيم، وأنت شارفت هذه المنطقة قبيل نهاية القصيدة، ولو أوعمت فيها كثيرا لكنت قد تلبست بهذا الرداء الصوفي الجميل الذي سبقك إليه القطب الأعظم ابن عربي مثلا في ترجمان الأشواق وابن الفارض وكبار المتصوفة يتصوفون في المرأة ويتخذونها بابا إلى السماء ذاتها ورمزا إلى الذات العلية. الأمر الثاني
كنت اتخذت وسيلة ان سعى قلبك وسعى ربك، مرة للصلاة ومرة للحبيبة، وعندئذ توفق بين الأمرين. لكنك إذا عدنا للجد تقدم قصيدة ممتعة وشيقة، وتنتصر في نهاية الأمر للنداء الإلهي بالكلمة الحانية الجميلة: أرحنا بها يا بلال، لقد أرحتنا بقصيدتك، مثلما يرتاح المؤمن بنداء الصلاة. أشكرك عليها. شكرا جزيلا دكتور صلاح. دكتور علي الكلمة لك. أخي محمد يبتكر دكتور حل ثالث. يعني ما يضعنا أمام ثنائية أن يذهب للصلاة أو أن يرى الحبيبة أو، لكن يبتكر حل يوشع بن نون، وهو الذي يعني حينما أشرف على النصر أو أوشك على النصر رأى الشمس تغيب في يوم الجمعة، فإن غابت أثبتوا ولم يدرك النصر، لكن دعا الله أن يوقف مغيبها فأوقف هذا المغيب حتى انتصر. قال أحمد شوقي: قفي يا أخت يوشع خبرينا أحاديث القرون الغابرين. وأنت لا تحدثنا عن هذه الأحاديث، وإنما تحدثنا عن محراب العشق الذي ارتاب الدكتور عبد الملك منه. لكن أنا يعني أقول: اللهم ارزقنا صلاة في محراب العشق وفي هيكل العشق، يعني كما يقول الرومانسيون. هذه قصيدة من قصائد التفعيلة، تسير على بحر أو تفعيلة الكامل، ولذلك تكتسب جمالها في الإيقاع. ولو أنني رأيت أن محمد كان مستحوذا عليه الإيقاع كثيرا ومسيطرا عليه، يتم المزج في هذه القصيدة بين العشق والمحراب كما يقول الدكتور صلاح فضل، ويجري عندها رفع الحب إلى منزلة تصل حد العبادة، وهذا الأمر جيد، ويتصارع الحب مع أشياء أخرى. إذن هي ثنائية تنتصر، أو رومانسية تنتصر للحب، ثنائية الحب والصلاة. الحب يسيطر على القلب فيبتهل الشاعر حتى تجيء العبادة الخالصة، تكبر مظاهر الصراع في الذات، فيستذكر النسوة اللائي قطعن أيديهن ليشير إلى سطوة الجمال والحب. هل النهاية في هذه القصيدة منسجمة مع الصراع، مع الحديث أرحنا بها يا بلال، أو مع حتى الاستدعاء ليوشع بن نون، أم إنها هروب منه؟ أغلب الظن أنها هروب، لأن الصراع لم يكن عميقا يحمل إشكالات قوية بقدر ما كان مبتسرا. القصيدة رغم ذلك جميلة، وشكرا لك أخي الكريم. شكرا دكتور علي، شكرا للجنة التحكيم على هذه الآراء الموقرة والعميقة التي بالتأكيد تثري هذه المنافسة الجميلة. شكرا للشاعر الرومانسي يبدو محمد، وبالتوفيق لك.